السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. ظاهرة الكراسي في المساجد إلى أين هي نتيجة غياب الفقه؟ فالفقه يقول يؤدي المصلي قائما مستقلا، فإن لم يقدر فقائما مستندا، فإن لم يقدر فجالسا مستقلا، فإن لم يقدر فجالسا مستندا. هذه الترتيب الأربعة بينها واجب، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ظهره، وهذه الثلاثة الأخيرة الترتيب بينها مستحب. هذه هي مراتب الصلاة. فلما ترك الفقيه استفحلت ظاهرة الصلاة على الكراسي، فأصبحت كثيرا من المساجد أشبه ما يكون بالكنائس. والسؤال المطروح، هل القرون السابقة لم يكن فيها شيوخ وكبار السن؟ كيف كانوا يؤدون الصلاة؟ فقبل ثلاثة عقود من الزمن لم نكن نسمع بصلاة على الكرسي، ولكن سرعان ما انتشرت في مساجدنا على علماء الأئمان يدركون في ديننا. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.